شهادة المواطن طاغونية معكرة الريف اختارت التنسيقية المحلية لدعم الحراك الشعبي لمدينة طنجة تنظيم هذه الدواء الفاعلين لأنها هي التعبير الحديث اليوم عن تلك الحركات والديناميات. مشاركة في الندوة اللي كينظمها اللجنة ديال الحراك دعم الحراك الشعبي في الريف والموضوع اللي هو الحركات الاحتجاجية في المغرب بين القانون والواقع، وكنعتبر بأن الاحتجاجات الاجتماعية هي شكل من أشكال ديال التعبير السلمي عن التدهور ديال الأوضاع ديال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضا حتى الحقوق المدنية والسياسية، على اعتبار أن الحق في التظاهر السلمي، الحق في التعبير، الحق في الاحتجاج هي من الحقوق ديال من الحقوق الأساسية لحقوق للإنسان، وهي مناسبة للحديث عن حراك الريف وما شابهه من خروقات وانتهاكات مست الكثير من الحقوق وجعلتنا نتذكر ماضي الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في المغرب خلال الفترات منذ الاستقلال السياسي حتى البداية الألفية الثالثة. وكنعتبروا بأن ما يحدث في الريف وغيره من المناطق كزاكورة وغيرها من اعتقال ومحاكمة وأحكام ضد النشطاء الاجتماعيين هو في الحقيقة هو عودة لهذا الماضي ديال الانتهاكات. لذا ففي تقديرنا أن المغرب لم يطوي بشكل نهائي صفحة الماضي، وبأن النتائج التي تم الحديث عنها تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها لم تؤخذ بالجدية اللازمة، وأن المقاربة السياسية البوليسية والأمنية انتصرت على غيرها من المقاربات، وهذا فيه تهديد لكل المكتسبات التي ركمها الشعب المغربي طوال عقود من الزمن ومن النضال.